مشاهدينا أهلا بكم في جولة على أبرز أخبار المملكة العربية السعودية لهذا اليوم في 9 من أيار من العام 2023. بداية هذه الجولة ستكون مع موقع الخليج أونلاين، أما العنوان بشار الأسد قد يزور الرياض قبل القمة العربية. فقد قالت وكالة تاس الروسية إن احتمالية زيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد للرياض زادت بشكل ملحوظ بعد أن قرر مجلس الجامعة العربية إعادة دمشق لعضويتها الكاملة في هذا الاتحاد الإقليمي. ونقلت الوكالة عن المحلل اللبناني نضال السابي أن هناك معلومات من مصادر موثوقة في الرياض ودمشق بأن مثل هذه الزيارة قد تتم قبل قمة الجامعة العربية المقررة في 19 من أيار. وتابع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شرع في مسار نحو تسوية أوضاع الصراع في المنطقة على عكس إرادة الولايات المتحدة. ووفقا للمحلل اللبناني فأن ولي العهد السعودي يعتزم دعوة الأسد إلى اجتماع القادة العرب من لتوطيد الاجتماع في الرياض باعتباره قمة توحيد الأفواج العربية تحت رعاية القيادة السعودية. وأعرب الخبير اللبناني عن اعتقاده بإمكانية دعوة رئيسي إيران وتركيا إلى الرياض كضيوف شرف، مضيفا وجودهم سيعني أن المواجهة بين السنة والشيعة في المنطقة قد انتهت، وأن مشروع الربيع العربي الذي يهدف إلى إيصال الإخوان المسلمين إلى السلطة قد فشل بالكامل. وقال سابي أن إنهاء المقاطعة العربية لسوريا يتحدى قدرة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على الحفاظ على العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق، لافتا إلى أن كفاءتهم ستنخفض بشكل كبير وسيتعين على الغرب الاعتراف بهزيمته. وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ قال في قرار إعادة النظام إلى مقعد سوريا في الجامعة العربية أن من حق الأسد المشاركة في قمة الرياض المقبلة إذا ما رغب في ذلك. وإلى موقع عربي 21 ذكر بالوهابية ومدح السعودية إبراهيم عيسى يثير الجدل بحديثه عن الفن. فقد وصف الإعلامي المصري إبراهيم عيسى تكريم السعودية لرموز الفن المصري بأنه حدث يستحق التحية والشكر، فيما هاجم طريقة الحركة الوهابية في تعاملها مع الفن ما أثار ردود فعل واسعة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وقال الإعلامي المقرب من رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في تغريدة عبر تويتر تواصل المملكة العربية السعودية تكريمها لرموز الفن المصري، حدث رائع وراق ونبيل يستحق التحية والشكر والتقدير. وأضاف على مدى قرابة 40 عاما كانت الوهابية تهدف إلى تحريم الفن وتسعى لاعتزال الفنانات المصريات وارتداء الحجاب والنقاب وتسمية هؤلاء بالتائبات. شكرا للسعودية هذا التجديد والتنوير والتحديث. وهاجم مغردون سعوديون الإعلامي المصري بعد استخدامه مصطلح الوهابية خلال حديثه عن السعودية، معتبرين أن المصطلح لا يستخدمه إلا أعداء المملكة ومن لديه مرض وحقد تجاه المملكة والإسلام، فيما طالب آخرون السلطات المصرية بمنعه من دخول المملكة ودول الخليج كافة.